احنا جينا نزحنا نهدد دورنا وانطفشنا يعني تحت الضرب، وجينا جبنا اطفال وجينا لهون حطيناهم تحت الخيام ليك تحت السجار. يعني صاحب الارض جاء ما خلانا، بدنا خيام، بدنا شيء نقوي هالاطفال، يعني قاعده بيرسي عليها طلعوا في عينكم شوفوا يعني كيف صاير فينا. لكن فوق الاهانه والطرد، وطردونا من ارضنا ودورنا، وهداك جينا لهون قعدنا تحت الزيتون. يجي صاحب الارض كمان بالذات قال بدكم تشيلوا خلال 3 ايام، بدي ما بسمح انا اكثر من 3 ايام بخلي حدا بالارض. عم نبرم هلا صار لنا شباب يبرموا 3-4 ايام، بدنا بس محل ماوى نقوي الاطفال هاي اللي لك اكثر من طرق. ما في حدا يرد علينا. طفشنا هالطفش، عفنا كل شيء، ولادنا تشردوا ما ضل حول اي حدا، وجينا لهم قعدنا عند اهل الخير. بدنا بس شقفة ارض يعني بس نقوي فيها، بدنا خيام بس نقوي هالاطفال هاي اللي تحت السجر، يعني ليك اقسم بالله يعني ليك مضايقنا تحت السجر كل النهار بيركضوا. ما اجت منظمة اعطتكم خيام شيء؟ ما اجت لا منظمة ولا اجت حدا. ما اجت حدا موزع لكم في لا مي حرام، في صاريج بيجي بوزع مي، بس هاي اللي بتجينا. شلون عشت اول نهار برمضان؟ والله انا جيت اول يوم برمضان جينا المغرب، جيت بس اولاد عمي هون كمان نفس الحكي، جيت لقيتهم قاعدين ابي يستنوا فرج الله.